تواصلنا يستمر شوط القعدان للاخوان الضيوف. انطلق قبل قليل بقيادة الديب السيد المهيدي ياتي على مقدمة الشوط. منذر طلحة عثمان البطحاني المركز الثالث من الجانب الاخر، هذا متخطي رقمه حتى الان، يتواجد من الجانب الاخر لينطلق بمنافسة قوية خلال هذا الانطلاق والابداع المثير. ولكن العودة الى المقدمة، الديب ياتي على المركز الاول، السيد المهيدي يقود المسار لينطلق بالمركز الاول. منذر طلحة عثمان البطحاني ثالثا، قادم الدرع علي عبد المحمود البطحاني راعي رسالة، ياتي بنوعيات البطحاني، الله روح الى الناموس وانطلق. راقب يا بن خويدم، راقب يا بن خويدم، راقب، انت تبحث عن السبوبة، هذه السبوبة المتواجدة في هذا الانطلاق والابداع. الدرع علي عبد المحمود البطحاني وكذلك ايضا منذر طلحة عثمان البطحاني، ابناء البطاحنة يتنافسون الى مقدمة هذا الشوط الى المركز الاول. الدرع علي عبد المحمود البطحاني، الله، غاد الشوط مسجلا النقطة الثانية. علي عبد المحمود البطحاني مع الدرع بعد رسالة، المركز الثاني منذر طلحة عثمان البطحاني، بينما المركز الثالث كفو حسن الهادي. التوقيت دقيقة 46 ثانية، ما شاء الله، أشكرك يا البطحاني على هذا الإبداع المميز.